صعب هيك؟ أي الإصلاحات؟ هذا خطاب نجح مثله. اسمعوا الإصلاحات، اسمعوا السفاح. الله أكبر. اسمعوا الإصلاحات، اسمعوا الإصلاحات. هن اللي حرقوها مشان يقولوا نحن هن اللي حرقوها، الجيش اللي حرقها بالسلاح اللي عم هيك وبعتها هيك بالسلاح اللي عم يضرب فهنا هن اللي حرقوها مشان يقولوا نحن معنا حجرة. نحن معنا الله. لو هاي الاصلاحات هي الاصلاحات اللي عاد فيها